هذه القناة لخدمة النادي الأهلي، قناة النادي الأهلي هي لخدمة النادي الأهلي، وبالتالي عندما يطلب من القناة إن هي ما تذيعش المباراة القادمة، مباراة يوم الخميس القادم ضد المقاولين العرب وهي مباراة ودية، يجب مباراة بكرة إن شاء الله، يجب أن نلبي هذا الطلب وسريعا. ليه؟ لأن هناك جمل تكتيكية وأمور فنية لا يحتاج المدرب إن هو إن مصر كلها تعرفها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، وبالتالي تم اتخاذ قرار إن احنا مش هنقدر نذيع مباراة غدا إن شاء الله، ذلك لأنه زي ما حضراتكم شايفين في النهاية لازم نبقى في ظهر النادي الأهلي، إذا كان المدير الفني لا يريد إن احنا نذيع هذه المباراة مش هنذيع الماتش ولو إيه اللي حصل، هنسجل الماتش ونذيعه لكم إن شاء الله على يوم بعد مباراة السوبر، بعد مباراة السوبر المحلي إن شاء الله يوم 21 هنسجل الماتش ونذيعه لكم، ولكن زي ما قلت لحضراتكم حتى الستاير اللي موجودة على استاد مختار التتش كلها هتتقفل وهيمنع، يعني مش هيمنع ولكن هيقفل، هيتم قفل الستاير علشان ما يتشافش ايه اللي بيحصل جوه، لأنه هناك بعض الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بفريق النادي الأهلي هتبقى من خلال هذه المباراة، وبالتالي مش هنقدر نذيع لحضراتكم. أنا بعتذر لحضراتكم طبعا أن احنا مش هنقدر نذيع هذه المباراة بكرة، ولكن ده حفاظا على النادي الأهلي وعلى أو مش على النادي الأهلي، على فريق النادي الأهلي اللي حقيقة اللي هو إن شاء الله بكرة هيحصل فيه شوية أمور من خلال هذه المباراة الودية يجب أن تكون سرية لغاية بعد يوم 21. وبعد يوم 21 على فكرة احنا عملنا هنا قبل كده مثل هذا الموضوع، كان عندنا مباراة كنا سجلناها اعتقد كانت مباراة افريقية وما زعناهاش، كانت قبل مباراة السوبر ايضا امام نادي الزمالك وكسبها، كان اول مباراة الفايلر على ما اتذكر مع الاهلي، والمباراة دي احنا سجلناها وكنا موجودين مع الفريق في النيجر، والنيجر كانت المباراة في النيجر مع سوني ديب، وكنا سجلنا المباراة، ولكن طلب برضو ان احنا ما نذيعش هذه المباراة غير بعد مباراة السوبر، فان شاء الله يبقى فقل حسن ونقدر نفوز ان شاء الله بمباراة السوبر وتبقى اول بطولة، على الرغم من هي بطولة قديمة ولكن تبقى اول بطولة بعد اجازة، خلينا نقول اجازة لمدة اسبوع او 10 ايام بالنسبة للفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي، واحنا مقدرين طبعا وعارفين هذا الكلام ومقدرين ان جمهور النادي الاهلي مقدر تماما تماما للي بيحصل، فبكرة ان شاء الله مباراة الأهلي والمقاولون العرب الودية لن تكون مذاعة على شاشة قناة النادي الأهلي للسبب اللي أنا قلته لحضراتكم بناء على طلب الجهاز الفني، وطبعا بنلبي وشكرا جدا جدا أن خلال الفترة، وأنا بشكر طبعا كل العاملين في قناة النادي الأهلي مرة أخرى على الأسبوع اللي فات مجهود جبار 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 الحقيقة علشان نقدر نصل بمستوى الصوت والصورة لهذه الدرجة اللي حضراتكم شفتوها، وبشكر كل الإشادات اللي موجودة لشركة استادات ولبرزنتيشن لايف ولقناة النادي الأهلي، بشكركم جدا، إن شاء الله نوعد حضراتكم إن القادم أفضل، القادم هيكون فيه مفاجآت كثيرة جدا جدا إن شاء الله خلال الفترة القادمة.